السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع. ما شاء الله تبارك الله، اليوم شرينا من السوق السبت 300 صوص من جديد، ورايح نستخدم عليهم خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض، ما شاء الله تبارك الله، وهم خلطة التسمين ما شاء الله تبارك الله. ولا ننسى اليوم التاريخ 28/2/1441، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه الصيصان اليوم شريناها من السوق، واليوم نظفنا الحظيرة اللي كانت متر في متر ما شاء الله تبارك الله، وحطنا لها رمل الجديد، ورايح نوثق بعد استخدام خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض 300 حبة، وهم بنستخدم خلطة التسمين ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله كل 10 أيام رايح نوريكم كيف صحة الصوص وكيف بيفز بعد استخدام الخلط. طبعا ما شاء الله تبارك الله، الآن حطينا الصيصان وحطينا لهم رمل جديد وحطينا موي مع سكر وهم علف الصوص الناعم اللي هو أراسكو. طبعا ما شاء الله زي ما علمتكم 300 حبة ما شاء الله تبارك الله، سبحان الله صقار ما يبينوا، بس بعد 10 أيام تشوفوهم يفزوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا الآن حطناهم هنا نخليهم يشربوا، وتقريبا أعمارهم يوم هذيلة. شوف حتى هذا الصوص ما بعد ينشف، توه طالع من الفقاصة ما بعد ينشف، أوكي. وإن شاء الله زي ما علمتكم رايح نستخدم عليهم خلطة ولد الشرقية رقم 1 للوقاية عن جميع الأمراض وخلطة التسمين. ولا ننسى اليوم التاريخ 28/2/1441، اليوم السبت ما شاء الله تبارك الله، زي ما علمتكم 300 حبة، رايح أوريكم إياهم بإذن الله تعالى مثل ما ربينا إخوانهم اللي هناك. شوف ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، شو تسووا هنا، شو تسووا، هذا اللي ربناهم صيصان ما شاء الله تبارك الله. الآن أعمارهم بيخشوا 4 شهور ما شاء الله تبارك الله، هذا صحتهم تب ولله الحمد. طبعا غير اللي هنا ما شاء الله تبارك الله، وغير اللي هناك ما شاء الله تبارك الله. اذكروا والله يا شباب، كل بهم هذيل استخدمنا عليهم خلطة ولد الشرقية اللي هي رقم 1 للوقاية عن جميع الأمراض ما شاء الله تبارك الله. وين لو دخلك داخل الحظيرة ما شاء الله تبارك الله، تب ولله الحمد ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. مرحبا مرحبا مليون خلطة ولد الشرقية، والله هذا لكل ابوهم كانوا صيصان عندي ما شاء الله تبارك الله صغار، وشوف ما شاء الله كثرهم ما شاء الله تبارك الله. مرحبا مليون مرحبا، اذكروا والله يا شباب اذكروا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع. اليوم التاريخ 28/2/1441 ما شاء الله تبارك الله، هذا اليوم شرينا صيصان من السوق السبت، من سوق السبت 300 حبة من جديد، حبينا نوريكم خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض وخلطة التسمين ما شاء الله تبارك الله. زي ما علمتكم يا ابو الشباب هذه صيصان اعمارهم يوم فقط، شوف لو تلاحظ، شوف لو تلاحظ الصوص نايم، يبقي له دفى، ها شوفها تو طالع من الفقاصه، يبقي له دفى، تونا جايبينه من السوق، سوق السبت يا ابو الشباب. طبعا 300 حبه، هذا الكرتون الثاني ما شاء الله تبارك الله، 300 حبة رايح نستخدم عليهم خلطة ولد الشرقية رقم 1 للوقاية عن جميع الأمراض وخلطة التسمين ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا ابو الشباب بنفس الحظيرة، تتذكروا هذه شرينا الصيصان كانوا أعمارهم نفس هذيلي، نفس هذيلي شريناهم من السوق، من نفس السوق. الآن بننقل الصيصان، شوف ما شاء الله تبارك الله، بعد استخدام خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض وخلطة التسمين ما شاء الله تبارك الله. هذيلي اللي في الحظيرة نفسهم كانوا صقار معنا، زي هذيلي 300 حبة جبناهم من السوق ما شاء الله تبارك الله. طبعا الآن الصوص هذا فوق هذا، هذا فوق هذا، فما تشوف العدد بإذن الله تعالى رايحين يكبروا، ووريكم إياهم بإذن الله تعالى. طبعا الآن زي ما علمتكم شريت اللي هو كستين أراسكو الناعم، مره ناعم، حق اللي هو بنستخدم عليهم 300 حبه الصوص. الان بنطلع هذيلي اللي كبروا ما شاء الله، تقريبا الان اعمارهم 3 شهور بالضبط،
ثلاثة شهور، واحنا نستخدم خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض. نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نحاول نطلعهم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوف حتى معي في يطلعوا. نحاول نطلعهم يا ابو الشباب. يلا يلا برا. ما شاء الله تبارك الله، شوف صحتهم. طبعا طلعناهم يا ابو الشباب علشان نبغى ندخل هذيل الدجاج مع هذيل الكبار الان، ما شاء الله تبارك الله. وبندخل الصيصان هذيل في نفس الحظيره، في نفس الحظيره زي ما علمتكم 300 حبة ما شاء الله تبارك الله. رايح نستخدم عليهم خلطة ولد الشرقية رقم 1 للوقاية عن جميع الأمراض، وخلطة التسمين ما شاء الله تبارك الله. ولا ننسى اليوم التاريخ 28/2 عام 1441، اليوم السبت يا أبو الشباب ما شاء الله تبارك الله. طبعا الآن رايح نهد هذيلة ونخلطهم جميع مع بعض ما شاء الله تبارك الله. كلهم هذول كانوا معي صيصان ما شاء الله تبارك الله، واحنا نستخدم اياهم خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الامراض ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. هذه الان كلهم هذول اللي تشوفوهم استخدمنا معاهم خلطة ولد الشرقية رقم 1 للوقاية عن جميع الأمراض ما شاء الله تبارك الله. الآن صارت دجاج كبار ما شاء الله تبارك الله. مرحبا مرحبا مليون بخلطة ولد الشرقية ما شاء الله تبارك الله. الآن شو بسوي؟ بنظف الحظيرة وأحط لهم رمل جديد علشان ندخل الصيصان الجدد في هذه الحظيرة المتواضعة اللي هي متر في متر ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله شوف الصيصان نايمة تبي الدفى ما شاء الله تبارك الله. اذكروا الله يا شباب زي ما علمتكم هذه الخلطة رقم 1 تستخدم كل جمعة معلقة على 20 لتر، هذه 20 لتر اوكي يا ابو الشباب. وخلطة التسمين تستخدم استكانة او استكنتين على 20 لتر، مدة الاستخدام هذه 10 ايام او 15 يوم بالشهر فقط. ورايح الآن بإذن الله تعالى بعد ما ننظف الحظيرة رايح ندخل الصيصان داخل المحمية الصغيرة اللي هي متر في متر ما شاء الله تبارك الله. كل بهم هذول اللي تشوفوهم عندي كانوا صيصان ما شاء الله تبارك الله. فقط نستخدم خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض وخلطة التسمين زي ما علمتكم. هذا هم كل بهم ما شاء الله تبارك الله. زي ما علمتكم الآن بننظف هذه الحظيرة لأن فيها بكتيريا، الصوص الصغير ما يتحمل يتنفس براز الدجاج الكبير. لازم تنظيف الحظيرة كامل يا أبو الشباب، ونقير اللي هي مات الموية هذه نحط صغيرة علشان الصوص ما يدخل فيها ويموت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على الجميع. اليوم التاريخ 28/2 عام 1441. بإذن الله تعالى أنا توي داخل السوق ورايح نشتري صيصان بإذن الله تعالى من سوق الحراج. زي ما عودتكم أنا ما أخذ إلا شيء جاهز يعني، وهم بناخذه ب3 ريال الجوز إن شاء الله. طبعا بس حبيت أوثق أني الآن بأخذ صيصان وب3 ريال الجوز، بس حبيت أوثق وخليكم معي إن شاء الله ناخذ صيصان ونوثق لكم. نستخدم عليهم خلطة ولد الشرقية رقم 1 للوقاية عن جميع الأمراض وخلطة التسمين. وزي ما علمتكم اليوم التاريخ 28/2 عام 1441. خلنا نشوف ما شاء الله. طبعا زي ما علمتكم والحمد لله توفقنا في شراء صيصان ما شاء الله. هذه الصيصان اللي شريناهم اليوم من السوق ما شاء الله تبارك الله.
عاشوا. وهذا الكرتون اللي بنحطه فيهم. كم حبة خالد يلا بنعد الصيصان الآن وبنشوف كم صوص زي ما علمتكم بنستخدم يوم خلطة ولد الشرقية. هذا السوق هنا زي ما علمناكم تقريبا طلعوا 160 جوز ما شاء الله تبارك الله. ولا ننسى اليوم التاريخ 28/2/1441 زي ما علمتك بنستخدم عليهم خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض وخلطة التسميم. ما شاء الله تبارك الله. هذا السوق.